بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم. أبنائي الأعزاء، تلاميذ السنة الثانية وأخواتي الأمهات، أهلا وسهلا بكم. اليوم بحول الله مراجعة خفيفة لمادة الرياضيات، فقط ملاحظة أنه يمكن توجدوا بعض التمارين مازالوا ما وصلوهاش أبنائكم، وبالتالي تركوها، الفيديو راهو موجود، فقط عملوا لهم الأشياء اللي عملوهم. هذا التمرين الأول يفترض أنهم عملوه وصلوه وانتهوا منه. ضع إشارة فيه أمام الشكل الذي لديه محور تناظر. وش معناها أبنائي محور تناظر؟ مثلا أنا أرسم هنا خط مستقيم بهذه الطريقة في الوسط بالذات، لما أثني يعني لما نطبق هذا الجزء على هذا الجزء نلقاهم تماما متطابقين، يعني هذا عنده محور تناظر، هذا ليس لديه محور تناظر. لماذا؟ لأنه لو نرسم هنا خط مستقيم في الوسط ونثني مش راح يكونوا الجزئين متطابقين، هذا مش واضح كثير لكن راه عنده محور تناظر، هذا أيضا لديه محور تناظر، هنا فقط راه خطأ في الطباعة، راه الشكل كامل. هذا أيضا غير واضح تماما لكن ليس لديه محور تناظر، لما نقيسه وجدت أنه ليس لديه محور تناظر، هذا الشكل أكيد عنده محور تناظر. أضع علامة فيل هنا. اللي هنا نذهب إلى أنجز العمليات. لدينا 979 ناقص 318، لدينا 9 ناقص 8 كم تساوي؟ تساوي 1. لدينا 7 ناقص 1 كم تساوي؟ تساوي 6. لدينا 9 ناقص 3 كم؟ تساوي 6. إذن تساوي 661. بسيطة. هنا لدينا عملية طرح أخرى، لكن هنا عندنا لازم نستلفه. لاحظوا أبنائي وتبعوني مليح، عندنا 856 ناقص 264، لدينا 6 ناقص 4 بسيطة 2، لدينا 5 ناقص 6، لا أستطيع نسلفه الواحد اللي هنا، نسلفه هاي أضع الواحد اللي هنا. الآن أنا أبنائي لما سلفت وش ولات لي؟ ولات لي 15. 15 ناقص 6 كم تساوي؟ تساوي 9. هاي 9. الآن الواحد أنا هذا اللي استلفته وين نرجعه؟ نرجعه لهنا أبنائي، وش تولي؟ تصبح 8 ناقص 3 كم تساوي؟ تساوي 5. هذه ببساطة. لدينا هنا عملية ضرب بسيطة جدا، العملية ضرب العمودية بسيطة، أضرب هذا العدد في جميع الأعداد وأضع النتيجة. عندنا 4 في 2 كم؟ 8. أضع 8. لدي 4 في 1 كم؟ لدي 4. لدي 4 أخرى في 1 أيضا 4، إذن تساوي 448. 448. لاحظوا أبنائي اللي هنا في العشرة، هذا آخر درس عملناه، بسيطة جدا. أي عدد نضربه في العشرة، أي عدد مهما يكون هذا العدد، نحطه كما هو، أضعه كما هو وأضع الصفر يمينه. هاني نحط لهنا 75، 75 والصفر يمينه، إذن تساوي. هنا فقط أعيد لأني قطعت التصوير، قلت أنه أي عدد مهما كان أضربه في عشرة بدون إجراء العملية أضيف صفر. أخواتي لاحظوا هذا التمرين، أحسب باستعمال تفكيك الأعداد، هي عملية ضرب ونفكوها. أعتقد أنه الدرس هذا بعيد كثير ومن المستعجل أنه نديره للتلاميذ الآن، وهم هذا وين دخلوا في الضرب، هذا وين دخلوا، هذا وين بدأوا يفهموا مفهوم الضرب. إذا عملوه اكتبوا لي في التعليقات نعملوه جزئية وحدها، نعملوه جزئية وحدها باه نشرحوه مليح، لأنه هنا باه الطفل نقولوا له 15 في 5 تساوي 10 في 5 زائد 5 في 5،
ويحسب هذيك وحدها بزاف عليه في هذه المرحلة. المهم إذا عملوها أبنائكم قولوا للأخوات. اللي هنا تعرف على القاعدة واكتب وأكمل عفوا ترتيب الأعداد. هنا راحين نكملوا هذا الشريط أو هذه المتتالية العددية. وش عندنا؟ بسيطة جدا، نشوفوا من الخانة هذه الخانة هذه بكم انتقلنا، ما هو العدد اللي انتقلنا به؟ بسيطة، أنا عندي 989، ومن وراها وش يجي؟ يجي 990، 990 غير موجودة، لكن ما هو الموجود؟ 991، يعني انتقلت اثنان، قفزت باثنان، والعدد راهي أعداد فردية. بسيطة جدا، أكمل أبنائي 993، كل مرة نزيد اثنان، 995، 997، 999. بسيطة، شتو اللي هنا؟ لاحظوا معايا، يملك زكريا 469 دينار، اشترى 3 علب بسكويت ب53 دينار للعلبة الواحدة. ما هو ثمن علب البسكويت؟ كم بقي معه أو كم دينارا بقي له؟ أعيد القراءة، يملك زكريا 469 دينار، اشترى 3 علب بسكويت ب53 دينار للعلبة الواحدة، ما هو ثمن علب البسكويت؟ لاحظوا أبنائي، هو اشترى 3، كل علبة ب53، أنا به نعرف ثمنهم أكل، ماذا أفعل؟ 53 زائد 53، لكن أنتم الآن درستم جدول الضرب أبنائي، إذن بسيطة أني نعمل 53، بسيطة ها، في 3، إذا ماذا تعطينا؟ اسمحوا لي راني نكتب فوق السبورة، على ذيك جاتني طريقة الكتابة صعبة، فقط به يكون التصوير واضح. هنا لدينا 3 في 3 كم؟ تساوي 9، تساوي 9. لدينا 3 في 5 كم؟ تساوي 15. لاحظوا لهنا أبنائي، إذا قلنا أنه ثمن علب البسكويت هي 159، ثم تكتبوها لهنا، تكتبوا الجواب لهنا وتكتبوا دينار جزائر. الآن كم بقي له؟ احنا قلنا دائما لما نجد كم بقي معناها العملية عملية طرح. أنت كان عندك 100 دينار، رحت شريت كراس تاع 96 ب40 دينار، واشتريت قلم ب20 دينار، كم بقي معك؟ أكيد راح ينقصوا ثمن الكراس اللي هو ب40 وثمن القلم اللي هو ب20، يعني مع بعض راهم ب60، نقصهم من 100 تبقى لي 40 دينار، هذا هو كم بقي. إذا كم بقي؟ قوموا بالعملية. لدينا 469 ناقص 159، ماذا تصبح لدي؟ 9 ناقص 9 0، 6 ناقص 5 1، هاهي، و ماذا؟ 4 ناقص 1 تساوي 3. ببساطة شديدة، إذا أكتب بقي له، أكتب العملية الأفقية، وهنا نكتبه 310 دينار، دينار جزائري. لاحظوا أبنائي، اللي هنا لدينا شكلين، شكل المكعب وشكل متوازي المستطيلات أو البلاطة القائمة، أو البلاطة القائمة. هنا أخواتي به تفهموا أبنائكم، جيبوا أي علبة، علبة دواء، أي علبة، به يبقى
مترسخ الدرس في رأسه. أنا باه نفهم ابني وش نقول له، هذا هذه بلاطة قائمة مثلا، لدي هذا نسميه الوجه، هذا نسميه الوجه، هذا هذه نسميها ماذا نسميها؟ الأحرف. هذه الأحرف، هذه هذا حرف، هذا حرف، هذا حرف، هذا حرف، هذه أوجه. إذن وش قلنا؟ هذا حرف وجه، وهذا ماذا نسميه؟ هذا هذا هنا هنا، هذه نسميها الرؤوس. إذن نحسب ببساطة شديدة، كم لدي من وجه؟ وجه اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة. في المكعب أو متوازي المستطيلات أو البلاطة القائمة لدي عدد الأوجه ستة. الآن بالنسبة للأحرف، كم لدينا؟ حرف اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنى عشر. إذن المكعب والبلاطة القائمة أو متوازي المستطيلات فيه 12 حرف، 12 12. الآن عدد الرؤوس، ما هو الرأس؟ قلنا هذا هو الرأس، نحسبه، هذا هو الرأس، 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 رؤوس، 8 8. إذا نذهب الآن، اشترى فاكهاني ربع صناديق من التفاح، في كل صندوق 20، ما هو وزن كل التفاح؟ أعد، اشترى فاكهاني ربع صناديق، ربع صناديق من التفاح، في كل صندوق 20، 20، ما هو وزن التفاح؟ أنا عندي صندوق وصندوق وصندوق وصندوق، أربع صناديق، في كل صندوق عندي 20. وش نقدر نعمل العملية؟ نقدر نعمل 20 زائد 20 زائد 20 زائد 20، بسيطة. أو الأبسط منها، وش هي الأبسط منها؟ أنها 20 في 4، 20 في 4، إذن 20 في 4، بسيطة جدا. 20 في 4 ماذا؟ هنا الصفر أضعه كما هو. وش قلنا في ضرب مضاعفات 10؟ قلنا نضربه في العدد هذا، في العشرات فقط، ومن بعد نضيف الصفر. إذا أنا الآن حطيت الصفر وأضرب في هذا، 4 في 2 كم؟ تساوي 8. إذا ماذا نكتب؟ إيش وزن التفاح؟ هو ماذا؟ هو ثمانه. ما تنساوش أبنائي اللي هنا، دائما نكتب العملية الأفقية، ما ننساوش العملية الأفقية. لاحظوا هنا أبنائي، الحقيقة هذا درس تناظر، كنت حابة نعمله بوحده، لكن فيه أخت فاضلة طلبته اليوم، قلت لا بأس بما أني عاملة مراجعة. إذن احنا عندنا محور تناظر، تخيلوا انه هذه مرصوفة، هذه الورقة مرصوفة، يقولكم اكمل هذا الشكل، اكمل هذا الشكل، وهذا هو محور التناظر تاعنا. انا قبل ما نبدأ نرسم، مش نبدأ نرسم مباشرة ابنائي، ماذا اعين؟ اعين وش نسميهم؟ بالخطوط والعقد، هذو هما الخطوط، والعقد هما هذا الرؤوس. أنا اللي هنا نبدأ، ونبدأ دائما بالأسهل، أنا نبدأ، هذا هو الأسهل تاعي، نبدأ به. عندي مربع اثنين ثلاثة، إذا أرسم هكذا، أنا نرسم نحط المسطرة الفوق به تشوفوا، هكا ثلاثة، هاي ثلاثة، أصعد مربع واحد، هاني صعدت. الآن هذا هي العقدة تاعي اللي راح نرجع منها، أعود وأرجع لهنا، أصعد بمربع واحد. إذن هذا الخط المائل يمكن الآن يجيني، هذا لاحظوا، هذا يمكن الآن يجيني نوعا ما صعب، نروح نرسم للسهل، نروح نرسم هذا السهل، ها بهذه الطريقة مربع واحد، يا أخي هنا مربع واحد، ها نرسمت مربع واحد. إذن الآن أصل،
نوصل اربط. ها هكذا اكون رسمت اكملت الشكل تاعي بالنسبه لمحور التناظر بشكل صحيح. نتمنى ابنائي واخواتي نكون وصلت لكم الفكره، على الاقل تبداو والله تستمروا في المراجعه لابنائكم قبل شهر رمضان بحول الله. نلتقي في فيديوهات اخرى ونقول لكم في امان الله.